نسق الجرح إلى الحمار النابح، نسق الجرح إلى الحمار النابح. هل تسمعوني؟ أسمعك سيدي. لك شو قصة هذا المرض اللي عم يحكوا عنه؟ عم يقولوا إنه هي عنزة مهاوش مع مرض خطير سيدي. وهذا المرض بيعدي ولا ما بيعدي؟ بيعدي سيدي، لك ما بيعدي بيعدي. لقولي على طولك انت واللي معك قوام جيبه وتعال هون، لا تخطلطوا بحدا ولا تقربوا على حدا بنوب بنوب، وبتطالع قرار ممنوع الاقتراب من المغفر ولو دبارة. سمعان؟ سمعان سيدي سمعان. يلا نشوف شو هذا. حلا يكون هذا المرض بيعدي كتير، يكونوا نعدوا كمان هم ويعدونا. تعالي يا ولي تعالي. وش يساوي الحين؟ يا الضابط يا الضابط تعالي يا الضابط. الحقني الحقني. الله لا يوفقك على النبي. ابي ابلغ عن جريمه، هذه المجرمه توحشت توحشت. تبي تدفع خلف اترجاك احبسها. يا ولي اطلع لبرا انت وياها احسن ما اوصل. اطلع لبرا احسن ما احطك بالحبس. اترجاك تحبسها. لك اطلع اترجاك تحبسها. يا ولي يا ولي الوجه يا معاوش، غير اذبحك واذبح هذه العنزة الجربة.